حماسي للشطرنج كان حماس جاي من حماس ناس آخرين قبل ما أقرأ، من حماس منتج كبير زي أستاذ محمد فوزي، من حماس الله يرحمه المخرج الكبير أستاذ نادر جلال، مؤلف العمل أستاذ حسام موسى. من ضمن التحديات اللي كانت المسلسل ده بشكل عام كان بيطرحها أنه نقدر نقدم مسلسل أكشن على مدار عدد حلقات كبير جدا سوب أوبرا، نقدر نقدم عمل إنتاجه ضخم ولكن بره السباق الرمضاني. كلنا كمبدعين أو فنانين عندنا القدرة إن احنا ننتج طول السنة عندنا القدرة إن احنا نشتغل طول السنة، ما نشتغلش بس الثلاث شهور اللي بيبقوا قبل رمضان وبعدين نقعد طول السنة في حالة من حالات الكسل أو الخمول. من ضمن الشخصيات اللي أنا كنت أحب ألعبها وأحب أقدمها وأحب أفكر فيها وأعيشها بكل تفاصيلها يعني كان شخصية فتح زدان اللي هو بقوم بدوره في مسلسل شطرنج. فتح زدان حالة تخلي أي ممثل يبقى شغوف بيها ويتجنن بيها ويحلم بيها بصراحة. يعني فتح زدان عمل فيها كل ده، حلمت بيه وشفته في الحقيقة وشفته أنا صاحي وأنا نايم. شخصية فتح زدان وشطرنج بالنسبة لي كانت تجربة فريدة كده، كنت حاسس إنها بالنسبة لي حاجة لازم أعملها بتركيز وأبقى باصص فيها بكل تفاصيلها وحاجات كده، فده ضيع مني سواء أعمال في السينما سواء أعمال أخرى في الفيديو يعني. ولكن أنا مش ندمان خالص، بالعكس أنا سعيد بتجربة شطرنج جدا. لا أنسى بالذكر الأستاذ الكبير أستاذ محمد حمدي المخرج، لأنه بعد ما يعني بدأنا إن إحنا هنقرر إن إحنا نخش نصور شطرنج، للأسف الشديد أستاذ نادر جلال توفاه الله ألف رحمة ونور عليه يعني. وكان أستاذ محمد حمدي المخرج الحالي للعمل، هو كان مدير التصوير وأخرج هو أعمال قبل كده وأخذ على عاتقه أنه يكمل المسلسل إخراجا. بحاول بقدر الإمكان الحاجات اللي ينفع أتعلمها، اللي ينفع أستوعبها، اللي ينفع تبقى طالعة بشكل بروفيشنال على الشاشة، هي دي الحاجات اللي أنا أسعى أن أنا أعملها. أنا ما بعرفش أسوق موتوسيكلات، فقلت لهم خلاص طب نجيب لك حد. لا أنا تمام أنا هعمله يعني هعمله، محدش طيب اتعلم. قلت لهم على عيني وعلى رأسي، فقعدت بالفعل اتعلمت ركوب الموتوسيكل وابتديت بقى إيه أتجرأ كده وأخد بقى من أمشي مثلا قيمة حوالي 700-800 متر وأرجع 500-600 متر وأقف وأفرمل وأطلع وأعمل حاجة يعني. أنا أو كنت مستغبي نفسي جدا، قلت إزاي الفترة اللي فاتت دي كلها مركبتش نفسك. تمام، جينا بقى وقت التصوير، دخلت جهزت ولبست ورايح بقى صور عشان البتاع، فأكشن ركبت المتسك ودورته ما وقفش يعني المرادف لكلمة أكشن في مصر كصاحبي وأخويا وحبيبي أحمد السقا، شفته فعلاً قد إيه بيتعب وقد إيه بيحب الجمهور بتاعه وقد إيه بيحاول يتعلم وقد إيه بيحاول يضحي عشان في الآخر يطلع لحظة في الشاشة لا تتعدى 3-4 ثواني في الآخر عشان يحقق فكرة واحدة بس، ألا وهي إن يكون مصدق اللي بيعمله فبالتالي الناس تصدقه. فتعلمت منه الحتة دي. مصر بدون نقاش وبدون جدل وبدون نزاع هي أكبر دولة على كل المستويات بها فن. ما نقدرش ننكر إن مصر فيها البحر الأحمر والنيل والبحر المتوسط والفنانين أو السينما، ما نقدرش ننكر. لما تتفرجي دلوقتي على كل تجيبي كل سلسلة الفنانين اللي خدوا الأوسكار في العالم وتجيبي فنانينك انت بتوع الأبيض واسود، ما تلاقيش واحد فيهم يقل قيمة أو مجهودا أو روعة عن أي ممثل خد أوسكار. السينما أو الفن دلوقتي بقى مكلف، فأنت برضو الحالة الاقتصادية بتاعتك ليها جزء من الأثر على اللي انت بتقدميه. يعني بوليوود ديت الهند دي، بوليوود دي يعني تاني دولة في العالم دخلها القومي موجود من السينما. تقعدي تتفرجي تلاقي في بعض الأفلام فعلا أوفر قوي أوفر، في ناس مصدقه وفي ناس بتحب التكنيك والصناعه دي والطريقه دي. شاروخان طبعا ممثل شاطر جدا 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 يعني، وهو تقريبا
من الناس اللي فرضوا حتى نفسهم كممثل أجنبي على ساحة هوليود، يعني بالفيلم اللي كان عامله اللي هو الكفيف ده. يعني ما ليش في الهندي قوي غير يعني من بعد أميتاب باتشان مش فاكر أسماء.